درسنا المصري طلع مزور. اخيرا لقيت الرد المثالي. دي مقابله مع الفنان يحيى الفخراني، عايزك تركز. لما بيجيني نصر كده بسال على الكاست عشان اشوف ممثلين ازاي. ده زنجي. I don't care what they tell you in school. Cleopatra was black. اي مش مهم، بس ده حلو قوي. I imagine her to have curly hair like me and a similar skin color. تاريخ مصر في عصر البطالمه، كليوباترا ما كانتش مصريه، كانت يونانيه، حفيده من احفاد بطليموس. انا مش هتكلم، بس خليني اسالك.